استاذ احمد من البحيره اتفضل. استاذ محمد من البحيره اتفضل. محمد صلاح. استاذ محمد. محمد صلاح. اتفضل يا استاذ محمد، لينا عظيم الشرف. في حاجات كده يا باشا، الله يخليك. اتفضل. في حاجات كده الواحد شافها بفتره مع فعل خير ما عادتش تتكرر، الواحد نفسه ان هي تتكرر ثاني. يعني الواحد كان يعمل حاجه خير كده وبص يلاقي شاف منام كويس، شاف الرسول بيصلي عند الرسول، بيصلي هنا في اماكن كويسه. فدلوقتي الواحد بيكررها بس عايز يشوف الحاجات الحلوه دي ثاني ما شفتهاش. طيب بص يا استاذ محمد. نعم. انا دلوقتي شفت سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب. ها لا ده انا بقول لك ده نبي ونبي. ده نبي وايه؟ وطي التلفزيون شويه. وطي التلفزيون يا استاذ محمد. سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف ايه؟ لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. طيب وفي فضل ربنا مديهولك ان انت تشوف سيدنا النبي وتشوف الصالحين مش كده؟ والله عملت عنده ليله لحد من اول الليل لما عملت فعلت فيه. طيب من اول الليل لحد وانا مصلي كده في المكان بتاعه. طيب انت اما تشوف رؤيه صالحه ورؤيه كويسه مش تقصها على ان لان يكون حد لا يحسدك عليه. المشايخ يعني ده حضرتك كده يعني نحبهم ويحبوني يعني. طيب مره انت عاوز ربنا يرجع لك الحاجات دي؟ أي. اكسر من الصلاة على سيدنا النبي وذكر ربنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه والله. اكسر من الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله سبحانه وتعالى. وصليت مع الشيخ اسمه اللهم صل على سيدنا محمد بيجي في التلفزيون مع هنقطع عليك بس صليت معاه في قلب الكعبة من جوه والله في الرؤية اللي بيجي في قناة الصبح وبيجي في الإذاعة. لا أنت صليت في الرؤية في الكعبة؟ في الكعبة جوه كده. طيب الرؤية برضه. تابعني وانا هقول لك تفسيرها ايه. البيت الحرام الفرض ب 100,000، الركعه ب 100,000 ركعه. البيت الحرام ربنا يوعدنا جميعا بزياره بيت الله الحرام وزياره مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول عن البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، ادركوا أمن. الله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ادرك منافع. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذا رأيت أنني يؤمني أحد في بيت الله الحرام فهذه تدل على أننا ماشي على الضرب. ولما أشوف والإمامة أنواع، نوع ربنا قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ونوع تاني بيدل على النصر والتمكين في الأرض، في نوع بيدل كده أيوة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. والله أعلى وأعلم.